عندما أردت أن أبدأ حل التمارين، حل هذا التمارين، التقيت بالجدول الذي أنتظره دوما. إنه الجدول ذو مدخلين، والجدول ذو مدخلين له قصة طويلة طويلة طويلة، وقد تكلمت طويلا عن هذه الفكرة في فيديو مستقل. إذا ماذا عليك أن تفعل؟ رابعة ابتدائي مناهج الجيل الثاني صفحة 32 كراس نشاطات. هذا تمرين آخر عن الجدول ذو مدخلين. شاهد الفيديو رقم 10. الفيديو رقم 10 تكلمت فيه عن هذا الجدول. هذا تمرين خطير جدا، تمرين خطير جدا. إذا لن أعيد الكلام الذي قلته في الفيديو رقم 10. ابحث عن الفيديو رقم 10 وستعلم ماذا سأقول. ولكن فكرة، نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو. لا لا، من رقمين. حوس على الفيديو رقم 10، حوس على الفيديو رقم 10 في المسلسل هذا تاع الإحصاء، راح تلقاني هدرت عليه. الفيديو هذا ما هو موضوعه؟ موضوعه الاحتفال بوجود تمرين آخر من تمارين الجدول ذو مدخلين. هذا الموضوع تاعو. انتهى الفيديو.